عندك مزرعه، عندك جوز طيور، الاثنين الراجل مستعد وجاهز لاي طلبيه باذن الله. تمام شغل والحمد لله. تمام الله يبارك لك، عارفه شغلها. الله يبارك لك. باب الكاش دور السلم بتاعه بنعمله عموله، مش بنجيب حته شبكه ونشتغل ورشه خاصه بيه. لو انت عايز تعمل عيش لاي نوع طيور طبعا بمقاسات كل نوع، تلاقي الكلام ده ليه مقاسات، ولا شطب بره ومتشطب جوه. عم سامي كامل متخصص في صناعه العشوش، بس مش اي عشوش، العشوش اللي معموله بحرفيه جامده جدا، الخشب الفنلندي ال 12 ملي، الحاجه القويه طبعا، عش من اول الاسترالي عندك لحد اكبر ببغاء انت عايز تربيه، حاجه محترمه، صناعه محترمه، حاجه قويه جدا، نوع خشب الغني على التعريف طبعا، اللي ضد الحشرات وضد الكلام ده كله، سهل في النظافه، حاجه معموله بحرفيه جدا. هنقعد مع عم سامي دلوقتي ناخد منه جوله في العشوش اللي هو جايبها لنا، وطبعا راجل محترم دوت، هو احد العارضين في ابن سندر، هو عنده ورشه خاصه في عين شمس، هنبقى ناخد منه رقم التليفون للي حابب يتواصل معاه. عندك مزرعه، عندك جوز طيور، الاثنين الراجل مستعد وجاهز لاي طلبيه باذن الله. عم سامي صباح الفل. صباح انت منور المكان يا ريس. عايزين ناخد جوله كده بس العشوش. احنا هنتكلم عن العشوش. تمام. معانا العشوش اولا الخامه فنلندي 12 ملي، خامه فنلندي 12 ملي، فنلندي 12 ملي، الوشين نضاف زي الفل، فرز قوي، حاجه قويه ما تتكسرش، خبطه بالقفل، شطب بره ومتشطب جوه. تمام. عيش كله متشطب بره ومتشطب جوه. بحيث ان مفيش حاجه تعور، مفيش حاجه تضايق، وانت بتنضف العيش. الكلام ده العيش معمول ليه بقى ولا حشرات ولا فاش ولا غير فاش ولا اذى الطيور، كله نور عليك، معمول بابين، معمول فتحات تهويه، باب سقف للكشف وباب الامامي. تمام. المفصلات بتاعتنا كلها ستانلس، ما بنركبش مسمار دق زي العشوش العاديه. دي مفصله ستانلس، احنا اللي عاملينها. دي كتير ده يا عم سامي. طبعا. الله ينور عليك. الله ينور عليك. دي كده، ده كده عش الكوكتيل، ده عش الدره، عش الكوكتيل اللي هو حرف الار، ده عش الدره نفس الكلام، 50 30 30. باب الكشف دور السلم بتاعه بنعمله عموله، مش بنجيب حته شبكه ونثبتها طبعا في الكلام دوت. ايوه. ما ينفعش معانا بالظبط، حتى التصميم بتاعه مش هتلاقيه في اي حته في الدنيا، لان ده شغلنا احنا، ورشه موبيليا في الاساس. الله ينور عليك يا كبير. تمام. يبقى ده عش الدره، ده عش للكوكتيل. عش الدره ده احنا بنطلعه ب 750 جنيه النهارده في المعرض، 650 جنيه. مسامي عامل عرض جامد قوي يا جماعه، والكويكر اللي يكلمه 30 في 30. تمام. ده عش للكويكر، كويكر والكونيورات عموما 30 في 30 في 30، نفس الخامه 11 ملي زي ما انت شايفه كده. تمام. العش جوه ابيض بره ابيض. اي حد يكلم عم سامي يقول له احنا من متابعين قناه طيور روماني، هيتعمل معاه احلى خصم بفضل الله. والله نمشي له كمان الخصم بتاع المعرض لو جه من سكه الاستاذ روماني حبيبي في اي وقت. حبيبي الاكلات ماشي، هو بس 9 ملي، 9 ملي. ده قلنا ده ال 12، ده ال 12 ملي، ده 9 ملي، التخانه اقل شويه 9 ملي، بس برده انا شايف حاجه ممتازه برده. هو نفس الشغل، بس ده متشطب من بره بس، عم سامي 9 ملي. عم سامي هنا بيمتاز عن اي عش انا شفته قبل كده في موضوع المفصلات دي يا شباب، دايما من كتر فتح الباب وقفله المسمار اللي هنا بيخلع وبيكسر مع الوقت، ولكن المفصلة دي ستانلس انا شايفها اللي هي كويسة ويبقى عمرها اقوى. طبعا الفنلندي معروف، خشب الفنلندي معروف، الفتحة اللي من جوه ديت علشان وقت التنظيف وانت بتنظف العش تدي النفخة الجميلة كده، تلاقي ايه العش نضيف من جوه. طبعا فتحات التهوية هو مش غفلان عنها ومجهزها. حبيبي يا كبير. اكلات الخشب زان، القعدة بتاعتها خشب مسكي مش ابلكاش. طبعا مش ابلكاش. الاكله الزان كلها زان باحجامها المختلفه، القعده بتاعتها خشب موسكي من نفس التخانه سنتي، السلك بتاعها 3 مللي طبعا في جميع مقاساتها. طبعا احنا بنقول كل ما بنقرب العصفور لبيئته الحاجه الخشبيه بتبقى افضل من البلاستيك، لان العصفور بيحس ان هو في البيئه الطبيعيه ليه، لان هو في طبعا في البريه بياكل بيلقط من على الشجر ومن الارض وكده، فكل ما هتقربه من بيته كل ما العصفور هيبقى صحته افضل وهياكل اكتر. بالنسبه للوقفات المجاسم، مجاسم
انواع مختلفه. المجاسم دي الخامه بتاعتها موجنه، خشب موجنه مش خشب زان. دي بنعملها لاستيراد التصوير، وبنعمل منها العصفور الكناري لو حاجه شياكه كده، وعندك عصفور لذيذ عايز اعمل له وقفه محترمه. بالظبط، مفيش اجمل من الميكسم ده، ميكسم موجنه موجنه. مجاسم البغبغانات الزنجباري 45 مللي ب 45 مللي، خشب زان مبخر من شغل الموبيليا. تمام. يبقى عم سامي يا جماعه، مجاسم الدره نفس الكلام 18 مللي مشطفه كل شغل عموله. طبعا المقاسات دي انت عاملها، دي عينات الطلبات. لا انت عاملها بمقاس رجل العصفور. طبعا كل عصفور، كل عصفور وليه ميكسم. ده ميكسم بتاع الانجليزي، ده اللي احنا بنحاول 15 مللي بنحاول نفهمه للهاوي، ان ما ينفعش اجيب حاجه بالسمك الكبير ده مثلا واحطها الاسترالي، هتوجع رجله. وفي نفس الوقت الخامه اللي بتشتغل منها، في ناس بتشتغل بزان ابيض ده كثافته زي الموسكي بالظبط كده. تمام. يعني العصفور انت شايفه زان، لكن هو العصفور هياكله في اسبوع، هينقر فيه وهياكله في اسبوع. الشغل ده احنا بنشتغل منه من 4 سنين الحمد لله، فرشين كام مزرعه في مصر من اكبر مزارع الناس. الله يبارك لك يا عم سامي ويوسع رزقك يا رب. مفيش منه، الله يخليك. هنتكلم عن عشوش التصدير. تعالى يا باشا معاك. ده بقى شغل التصدير بتاعنا، ده بقى الحاجه الجمبنال الفاخره بقى، ده شغل التصدير بتاعنا. برومايكا 8 مللي، برومايكا والشيل 8 مللي مضغوط على فنلندي برضو. الشغل ده انضف من الشغل اللي بيجي من بره، والجوال اللي شافوه واتعاملوا معاه قالوا كده، والشغل اللي سافر اثبت الكلام ده. ده بيتعمل منه الايه؟ ده عيش الانجليزي للانجليزي، ونقدر نعمل منه من كل انواع الطيور من نفس الخامه. يعني زي ما قلنا يا جماعه باشمهندس سامي عنده ورشه خاصه بيه، لو انت عايز تعمل عيش لاي نوع طيور طبعا بمقاسات كل نوع، هتلاقي الكلام ده ليه مقاسات ولا جوه فيه، هتبلغه بطلبك هيقوم بتنفيذه، هتيجي تستلمه هتقول له الله ينور عليك يا هندسه. تمام شغله الحمد لله. تمام. مصر الله يبارك كلها عارفه شغلها. الله يبارك عيش انت عايزه باي مقاسات باي كيفيه احنا بنعمله. يبقى احنا كده يا جماعه قلنا ان باشمهندس سامي معانا في ابن سندر، وما بيروحش سوق السيده عيشه لان هو عنده ورشه خاصه بيه. الورشه موجوده اساسا، ورشه موبيلي، الورشه موجوده في عين شمس. غاويين هو غاويين تيون. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا عم سامي، انت اضافه قويه كبير، وباذن الله نكون سبب رزق ليك لان انت من الناس المحترمه. ادينا رقم للتواصل علشان اللي عايز يتواصل معاك. 012 70 6000 30. يبقى اي حد عايز يتواصل مع باشمهندس سامي هيتصل على الارقام دي. شكرا يا هندسه، ربي الرقم مره ثانيه 012 70 6000 30. شكرا، شرفت بيك.